شكرا. قولي لي روكسانا، كيف الطلاب معي؟ كتير مناح، صحيح اللي عم يسجلوا هلا قلال، بس بكره ان شاء الله بيكتروا. بنتي رجعي درسيهم بالبيت. ما في داعي، يعني المكان كتير ظريف ومريحني. ايه معك حق، بس لما كنت تدرسي بالبيت ما كنت حس كتير بالملل. معناتها انت اب امر لعندي وهيك بتغير جو. ايه والله فكرة حلوة. بابا هلأ ليكا اتصلت فيك شي؟ لا ما اتصلت ابدا. انا ما عم يخطر ببالي غير سؤال واحد، ليش تصرفت بهالطريقة هي؟ مجنونة هي المرة، قصدي مو شايف اي سبب تاني على الاقل. ما بعرف، كان كل شي منيح، كنا متفقين كتير سوا، بس ما بعرف شو اللي صار له على غفلة. بس يلا ما بيهم، الله كشفنا ياها. أحسن ما كنا نتورط معها أكتر، لأنه ساعتها كنا رح نندم. أنا بس متضايقة من شغلة واحدة، إنك رجعت وحيد مرة تانية. لا لا، إذا من هالناحية توضح لي أكتر إنه الوحدة أحسن من كتير أمور. بس يا بابا ما تفقد الأمل، أنا رح حاول لك مرة تانية. هذا الموضوع إذا لسه بتفكري فيه ترى بدي أكسر رجليكي وما عاد فيكي ترقصي أبدا. أنا رح أفتح. تفضل. أنا المحقق من مخفر الشرطة، كيف فيني ساعدك؟ قله للدكتور المحقق رافيندار إجا ليشوفك.